السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن حال يا ربي وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير إن شاء الله في أحسن الأحوال. بالنسبة لهذا الفيديو اليوم اللي جيت نشارك معكم، كما كتشوفوا هذه واحد القاعة اللي هي مدينة الفنون اللي كتواجد مدينة أسافي. هاد مدينة الفنون هي كيتقاموا فيها بزاف ديال الحفلات، كذلك المهرجانات والاحتفالات هنا في هذه المدينة في هذه القاعة. كما كتشوفوا هي مجهزه مما يكون تبارك الله، واحسن ونقيه تبارك الله، النظافه وكذلك القاعه مجهزه بالاضواء وبكل شيء تبارك الله عليهم اللي قايمين على هذا الانجاز هذا. شكرا لهم بزاف بزاف. بالنسبه ليوم الحفل، كما كتشوفوا غنشارك معكم واحد الحفل ديال حمادشه، واحد المجموعه. بالنسبه لهذا الحفل هذا من تنظيم جمعيه فاروره للثقافه والفن، الدورة 11 من مهرجان ديال الأسفية بمشاركة الفنانين الكبار. بالنسبة للفيديو الأول شاركت معكم فيه المعلم أحمد باقب وقناوة مراكش، كذلك الفيديو الثاني الطائفة العساوية رجعوا لي وغتلقاو بالحاج برئاسة المعلم سفيان مربوح. أما هذه المجموعة اللي غنشارك معكم اليوم هي مجموعة شباب حماد شباب أسفي برئاسة المعلم طي حافظ. كنتمنى أنه يعجبكم هذا الفيديو اللي غنشارك معكم، كذلك فيديوهات اللي من قبل رجعوا ليهم وتفرجوا فيهم، ما تنسونيش فقط من لايكات التشجيع كتشجيع لكم لينا. وشكرا لكم بزاف بزاف، ما تنسونيش من التعاليق المحفزة وكذلك اللايكات، واللي ما مشاركش في القناة أنه يشترك في القناة. وشكرا لكم بزاف بزاف. أما اللي مشاركين مرحبا وألف مرحبا وعلى الرأس وعلى العين، شكرا لكم. نخليكم مع الحفل ديال حمادشة إن شاء الله، ونتمنى أنكم تستمتعوا بهذا الحفل. فارحم ضعفي والجود لي، الله الله من غير زوال، وانا عمرو لا زال لي وابا يقرا من صار وبيتفضحوا ناس القوى الله.